عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. أتمنى أروح. رويفي حلو. من القصرية. نحكيو احنا اليوم على وضعية الشباب التونسي، كيفاش تقيمها أنت الوضعية؟ والله أنا نخزر لها كل واحد من منظار. كيفاش أنت تشوفها؟ من منظار واحد ما قراش ما نعرفش أنا كيفاه، إيش باش يعمل؟ ما عندوش مستوى تعليمي، مستوى ما نعرفش انا كيف باش نفسرها لك. عدى حبس، عدى كذا، بيت روا مسخه، اش باش يعمل؟ باش يمشي يفركس على خدمه ما يلقاش. صحيح ولا شنو اللي باش يعمل؟ ما بطبيعته باش تدخل في مخه الحرق. معناها الشباب اللي معادي حبس بعد تجربة السجن هذيك ما يلقاش. والحمد لله. نحكيو بصفة عامة، مش نحكيو عليك. يا راد جيت لومي تعذري يا أختي العزيزة. يعني الشباب اللي عدى فترة سجنية من بعد ما يلقاش حظه. وفر. ريتها الأوراق نتاع الهجرة والحكايات. طالبين أي دولة تطلب. تطلب بدون مقابل. تحب الكفاءات، احنا عنا الكفاءات، عنا العباد تقرا في التكوين، تقرا في كذا، منا، علاه ما يخرجش بلاش؟ علاش هكا يجي الوسيط؟ الوسيط هذاك يدبر في راسه اختي العزيزة. تصحيح ولا؟ يدبر في راسه يعني على روس العباد، نجم انا نخرج بلاش؟ نخرج للخارج وجوي به ونمشي نخدم وكذا ونكون ونعمل فلوس وندخل الدوفيز للدولة هذية هكا ولا؟ لكن دولتنا ما هيش مفهوم. عملنا معاهم تبعناهم لين ما فهمنا والو. نحكيو احنا على الهجرة، خلينا نحكيو على وضعية الشباب وهو في بلاد. الهجرة في أمور قانونية معاك، أما الهجرة في غير الأمور القانونية مش ندخلوا في الحلال والحرام. لا ما فيهش حلال وحرام. أما فما حلال يا أخي. سامحني يا أختي، أنت تمشي غادي ما غير على الخدمة كايش باش تخدم غادي؟ تصحيح ولا؟ احنا قبل ما نحكيو على الهجرة خلينا نحكيو على وضعية الشباب وهو مازال في بلاده لهنا. الشباب في محطة يعيش على السجائر، على الدخان وعلى القهوة، وعندك شي عندي دبرش تليفون، دبرش حكاية، فهمتي؟ باش سباتشي أمور، هذيك هي الحكاية. أبار سا ما فهم حتى حكاية من الدو. علاش العبيد واحد يتلز مثلا باش يعمل حاجة معصية ولا حاجة مثلا تحكي على السرقة؟ بيه سامحني انت، البطاقة عدد ثلاثة نتاعو مسخة وكذا، علاش ما ينظفوش هالو باش يمشي يخدم ويبدا جو به؟ صحيح ولا؟ باش نرجع ربي يغفر والعبيد ما تغفرش. باش نرجع لسؤالي، يعني انت ترى انه اي شاب عدى فترة سجنية من بعد كيف يلوج على خدمة ما يلقاش بحكم انه بتروى مسخة؟ عايش اختي العزيزة تلز حكم الوضع في البلاد بصفة عامة تلز، اش باش يعمل؟ انت تفيق الصباح السلام عليك ما عنديش لا حق قهوة لا حد، اش باش يعمل؟ باش يطلب امه ماهيش تخدم، اش باش تعمل؟ يما باش يتلز باش يسرق فاسيلمون. منصورة ما مبروش الحاجة معناها سرقة هذيك نتاع الناس راه عارفينها في دين الاسلام حرام لكن انا نحكي لك بصفه عامه، علاش ربي سامح واللي موجودين في الدوله ما يسامحوه؟ شطر العبيد راهي متيقره اختي العزيز. تخدم مسيو؟ انا الحمد لله الشكر لله عايش بسطره ربي سبحانه. ما انت مثلا في الهجرة؟ والله ما نكذبش عليك، مش حكاية تخمام، هي مكاتير. يعني هي مكتوب، كان في صورة ما ربي سبحانه سخر لي باش انا نمشي تو نمشي.
اما في صوره ما يعني فماش واحد ما يطمعش باش يمشي للخارج، لكن نحب كي نمشي انا للخارج نمشي امور نمشي معزز مكرم، يعني ما نمشيش كال بلغه نمشي غادي اعطيني اوراقك واعطيني دوني مو طون بابي وكل لغه فاهم. تخزر انت في بلادك معزز مكرم عزيز وغالي، بلادنا فيها يعني ماهيش خايبه راه. يعني انت هنا تعرف قيمه البلاد، معني قيمه بلادك خايبه بلادنا، اما شنو هي الخايب فيها؟ التقلبات اللي صارت، كنا في خير ونعمه، من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشكر. كنا في خير ونعمة عايشين، تاكل تشرب تعملهم الكل، لكن تويك أختي العزيزة حتى أنت تقرأ 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 عمرك كامل وفي الآخر ما تلقاش بلاصة، ما يعني أنت عمرك كامل صرفوا عليك والديك ودنيتك وعالمك وفي الآخر ما تلقاش بلاصتك. ديما فما يقول الراجل سؤال يطرح نفسه، صحيح ولا صحيح ولا؟ يعني انت عمرك كامل صارفين عليك والديك ودنيا وعالم وما نعرفش انا وكذا، وفي الاخر ما تلقاش البلاصه، يلزم عندي شكون والو وما نعرفش وكذا ومن، صحيح ولا؟ هذيك هي بلاد، ايش باش نعمل؟ انت تلقى في صعوبات في حياتك اليوميه؟ والله شوهم خليها على الخالق يعني. خلاص كون معناها يعيش هكاكا؟ مش هكاكا، هريت احنا الدنيا ذي تصور، هريتها كي تحصلها انت تحصليها انت في دقيقه، الدنيا تصور، ربي سبحانه خلق لنا الدنيا هذه يا ريتها شنو هي تصور، يعني عباره لحظه زمنيه وتمشي على روحك، فهمت كيفاش؟ يعني باش تعيش الواقع نتاع العالم الاخر، صحيح ولا؟ تخدم في الدنيا نتاعك للغدوه. الحمد لله عايش بسترة ربي، ماكل شارب، ما دام لي ماكل شارب الحمد لله الى ان ياتي ما يخالف ذلك. ماكش حريص على مستقبلك؟ مستقبل ما يكذبش عليك، المستقبل هو شنو هو؟ تو نحصلوه كان قرا وفي الاخر ما يلقاش بلاصته، كان ما قراش يعني يقرا 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 وفي الاخر ما يلقاش بلاصته وما يقراش كيف كيف، فهمتها كيف هي البلاد هذيا واقفه على. خلي لك الكلمه الاخيره اللي هي انت اعطينا الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول؟ ايه عايش بستر ترب. شنو تحب تقول للمسؤولين؟ شنو تحب تنصح الشباب؟ ما نحبش نلوم عليهم وما نحبش نزيد الضغط عليهم، اما شنو هي؟ وقفة للعبيد راهو ما فيها بأس، يعني واحد ما قراش ولا سواء قرا ما لقاش بلاصته ولا ما قراش ما تنجمش تحكم عليه. أختي العزيزة راهي ريتها بلادنا ماهيش خايبة، واحد ما يوصل يخمم في الهجرة كان باش يمشي يحسن وضعية والديه، باش يحجج أمه باش يحجج بوه، ومن بعد تجيك الحكاية الأخرى متاع المرأة، وموجودين بنات الحلال في تونس راه. شكرا. لا شكرا على واجب.